البنات اليوم بديت لكم الفيديو في النص. بغيت باش ما نفوس لكمش هذه اللقطه ضروري باش تشوفوها. اذا عندي هنا واحد الاكله من بعد غنقول لكم شنو هي المحتويات ديالها. غير دابا بغيت نبدا لكم بالطريقه ديال هذا السلق. السلق البنات غسلته مزيان وحيدت له داك الجذوع ديالو العريشات ديالو صافي خليت غير الورق. عندي شويه الماء في الطاجين والملحه كندير فيه هذا بحال كيتسلق غير شويه غير كينزل كنحيدو. اذا بعد وغادي نوريكم شنو غادي ندير بهاد الاوراق نتاع السلق او لي زيبينا. وعندي هنايا شويه ديال الكفته درت فيها التوابل ديالها فيها البصله فيها البصله الثومه يابسه والبصله يابسه والتوابل ديال الكفته التوابل ديال الكفته والقزبر والمعدنوس والملح ياسطا. وهنا درت البنات شويه المطيشه كندير واحد لاصوص بيو يعني ماشي ضروري نشري من ديك لاصوص ديال سميتو ديال الزنقه. كندير غير مطيشه ديالنا طبيعيه كنغسلها مزيان نحيد لها داك الرص اللي كيكون فيه العرش الخضر وكنقطع على جوج وكنعصرها من الزريعه وكنديرها طيب مع شويه ديال الثومه وشويه قطيره ديال الابزار وقطيره الزيت البلديه صافي وشويه الملحه صافي البنات. وكنطيبها وكنطحنها كنبطيها بها كندير لاصوص لي غراتا ماشي بالضروره. ودرت فيه هنايا درت فيها طوماط سوغيس وطوماط عاديه شوفوا كي جات غزاله. ها هي مازال الثومه فيها خصني نوريها لكم باش ما نفوت لكم حتى شي مقطع. قلت نوري لهم كلشي مباشره. شفتوا الثومه مازال فيها شوفوا كي جات البنات غزاله. دابا غادي نخليها تبرد شويه وغادي نباطيها صافي وهي اللي غندير الصوص مع هذه الوجبه. ما تمشيو لينها نتوما معايا. اذا الان حبيباتي انا غادي السلام عليكم بعدا كي دايرين ديك المقدمه الروتينيه كي دايرين كلشي بخير نتمنى تكونوا كاملين بألف خير وعلى خير. اذا حبيباتي اللي هو ماشي بحال سائر الفيديوهات كنقدم لكم المحتويات ندير لكم من التالي. اذا الان غادي هاد الصبيعات نتاع الكفته غادي ندوزهم شويه ديال الزبده بلديه وشويه ديال الزيت البلديه. كتعرفوا انا البنات انا كندير الزبده بلديه لانني ما كنستعملش الزبده العاديه لان انا في الحميه ديال الكيتو بالنسبه للناس الجداد اللي ما عارفينش السيستم ديال لو مود دو في ديالي. اذا هنا كنديروا الكفته ديالنا طيب وغادي ندير لها البنات السوجا كتجي البنات هائله هائله واحد المذاق ما نقول لكمش جربوها وردوا عليا الخبر. جربوها وردوا عليا الخبر غتعجبكم بزاف كيجي فيها واحد المذاق هائل بزاف رائع. اذا بالنسبه نعاود لكم بالنسبه للتوابل درت فيها العطريه ديال الكفته وشويه ديال البصله يابسه وشويه ديال الثومه يابسه يعني البودره الثوم وبودره البصل صافي وقزبر ومعدنوس شويه ديال الزيت البلديه. و اللي بغى يدير السودانيه يديرها انا ما درتش فيها السودانيه لان غادي ندير فيها مزيودات في الوجبه كامله. اذا هنا انا كندوز هذه الكفته غير شويه يعني غير تاخذ اللوين وصافي كما نقولوا حنايا وتاخذ الكو ديال ديك السوجا هذا ما كان لان غادي تعاود تطيب في الفران في الفرن في الكراتان ديال الصوابع ديال الكفته بالسلق. هذه واحد الماكله اكله غنيه البنات غنيه وبلا ما نقول لكم يعني هذا الفيتامين اللي كاينين في داك السلق راه كلشي كيعرف الفوائد ديالو بكثره. انتم الكفته بالنسبه لكم كل واحد عينو ميزانو كل واحد واش عنده في الدار ديالو كل واحد وشحال باغي يدير. انا باغا ندير وجبه تاع دوجور يعني واحد كراتان كبير اللي غادي يقدني دوجور. راكو عارفين الخدمه ما كنوصلش البنات باش نجي نرجع من الخدمه ونطيب. نقول لكم الصراحه انا كنطيب وكندير في الثلاجه حيت كنجي غير كنسخن في الفران وصافي لان كنضرب مسافه كبيره ويعني كنعي. اذا حبيباتي هنا رجعت لكم عاوتاني انتوما بالنسبه لداك السلق حطيته هنايا من بعد ما قطر شويه من الماء كبيت عليه الماء بارد باش يبقى اللون الاخضر. وهنا لفيت درت لاصوص طوماط لتحت واحد المعلقه وديك الزويته اللي قليت فيها
اللي شحرت فيها كويرات نتاع الكفته، زدتها حتى هي تما باش تعطي زويته للطنجره. والان نوريكم كي كندير اللف. هنايا شويه ديال الفرماج غابي محكوك، انا كان خصني ناكل الفرماج، دونك كنديرو له بحال الشكل ديال السيجارات اللي كنعمرو ديال الطبخ ديالنا المغربي. السيجارات اللي كنديرو الكفته د الورقه، يعني كتحس بيه هذا بحال السبانخ بحال الورقه صافي، وكتحطيهم هنايا وكتبقي على هذا المنوال حتى كتسالي. بالنسبه دوك اللي مقطعين البنات ما تهزلهمش الهم، كتصايبيهم بالطروفه اللي عندك تمايا، ودائما اللي كيكون لداخل هو اللي كنوضعو لداخل، والورقه اللي لبرا كنديروها برا بحال هكا. دابا هادي نتاع اللور ديال القدام غنديرها لقدام. دابا هادي غادي نكمل بها هكا صافي، وغندير لها شويه ديال، كندير لها هكداك باش تجمع ليا المسائل ديالي باش يجي سيجار مصايب مقاد صافي. وكنبدا ندور البنات هكذا، شتو انسي دو سويت، حتى كنكمل ونعاود عاوتاني ندير فوقو لاصوص وندير فوقو الفرماج وهالكغاتان ديالنا وجد. اوكي حبيباتي يلا هانتوما معايا تنكمل. حبيباتي كملت اللف ديال الصبيعات ديالي كاملين، ودرت الكفته اللي شاط اللي درتها في الوسط، ودابا دردرت عليها شويه ديال الفرماج. اذا نزيد لها شويه ديال لاصوص هكا شويه، هكذا ما ديروا لها لا مرقله، ولان السلق راه كيرخي الماء. واصلا كلشي عندنا طايب، كتجي البنات بحال شكل ديال لازانيا باوراق السلق وبحال واحد الاكله من الاخوات المصريين ديال اوراق العنب بحال داك الشكل كتجي. اذا مبارك عليا من لاصوص، وغادي نزيد لها فرماج من الفوق. اكله لذيذه جدا جدا جدا، وتقدموها مع لا سلطه، هذه تجي غديوه تجي عشيوه تجي واش ما بغيتيها للحبايب ديالك. صافي راه فيها اسي دو فرماج، ما نزيد لها حتى شي حاجه على اكثر، وندخلها الى الفرن ومحيت توجد ونقدمها لكم. وهانتوما معايا ما تمشيو ليان. بالنسبه البنات بغيت نوريكم كي كندير رقد المزيودات نتاعي ستيتوين. هادو مزيودات حارين، كندير لهم الزيت البلديه والخل، وكنديرهم هكا كيكونوا خضر كنغسلهم مزيان، وكيبقاو محمضين غزالين البنات. غادي نديرهم هنا كيجيو محمضين غزالين البنات وما كيخسروش، وراني مخلياتهم على برا الثلاجه، لان الزيت البلديه حيت كديري لها ديريها في الثلاجه كتولي بحال العسل، العسل الحره كتولي قاصحه. اذا صافي المزيودات ديالي انا درتهم في الاكله ديالي باش تجيني شويه حاره، حيت انا كتعجبني الحروريه والسوداني راه مفيد للجسم بزاف البنات، كيساعد في حرق الدهون. اللي يكون في عندكم اللي بغات ديروا كوصفه تطحن السودانيه وتزيدوا مع عصير الحامض والماء وتبقى تشربوا في هذا في هكا في داخل النهار، ماشي على الريق، في النهار كتشرب كوب او ثلاث اكواب في اليوم، لحد ثلاثه الاكواب ديال الماء، لانه هو كيسرع الحرق. اذا يلا حبيبتي نقدموا ندخل البلا ديالي في الفرن وكيوجد نقدمه لكم. يلا حبيبتي انتما معايا. اذا حبيبتي الكراتان ديالنا هو طاب وجد،
وهذه لاصوص لي شاط لي درتها في الميكا كنستناها تبرد باش نديرها في الكونجيلاتور البنات. حتى الوجبه اخرى نلقاها واجده ان شاء الله وبحول الله. ودابا غادي نحاول ناخذ معكم واحد تروسو كيجي مزيون البنات. اذا كتجي فيه لاصوص ديالو بالنسبه اللي كيبغي يغمس طبيعه الحال. حنا المغاربه كنبغيو نغمسو. اذا شوفوا حبيباتي كي راه داير غزال 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 المزيوده ديالنا. اذا ها هو شتو كي كيجي رائع جدا بلاصوص طوماط وكل شيء غزال. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم حبيباتي ونكون الى هنا نهايه الفيديو نتاع اليوم نتاع سيجارات ديال الكفته بالسبانخ. يلا حبيباتي مع السلامه.